هلا، وشلونك؟ زينة. أنا محتاج منك شيء ضروري، وتسوي لي لا تحبيني. شنو؟ مثل البارحة من الشباك كان فرح شافتك؟ هسه عوفينا من هذا الموضوع، جاي أقول لك محتاجك. تبيك شيء؟ وينت؟ وينك؟ أنا بالمكان قلت لي عني. والله مخبل. إيش سويت فيه؟ سريد أشوف تخافين علي مثل ما أنا خاف عليك. يعني كل هذا سويت على مود تختبرني؟ لا، على مود نعيش حبنا بعيد عن العالم. إيش نرجع بهذا المكان؟ أنا لا تخافين، لاك السيارة تأخذك ولا السيارة تجيبك. تردين حصان؟ خلينا نعيش الحب أخبار حتى لو مرة واحدة. كافي حزن. وين لقيت هذا المكان؟ عبالك بس ستي تندلين؟ لأن أنا من بغداد يعني ما أندل؟ والله أنت طلعت من الريف وأنا من بغداد. أريد أشوف شيء يمكن راح تحبيه. شنو هذا الشيء؟ هاي يمشي. حمد لي تلزم إيدي. بس قولي شنو هو؟ خير؟ نعم. وهاي ثاني أمنية حققت لك إياها. باش تردين؟ مخبل. أحلى شيء بهذا المكان ماكو أحد يعرفنا. يلا. بحياتي ما تخيلت في يوم راح اصعد خيل. اوعدك ان شاء الله احقق كل امنياتك. انا امنياتي حيل بسيطة. امنياتك حيل بسيطة؟ تردين تطيرين وهذا الشيء بسيط؟ احمد يلا لازم ارجع للبيت انا قبل ما تغرب الدنيا. طيني لك. لا انا انزل وحدي. يا معوده تعاي. اوكي بس خلي اجي. يلا واحد اثنين. يلا انا راح اروح. مع السلامه. ريف ما حد راح يغيرك علي مو؟